مشاهدينا الكرام في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقه جديده من نهايه الاسبوع. نستعرض خلال هذه الحلقه اهم الموضوعات محليا وعالميا، ويسعدنا ان نستضيف في هذه الحلقه الدكتور يوسف عبدو مدير تحرير الاهرام. اهلا بحضرتك معنا. اهلا وسهلا. في الحقيقه ملفات عديده ومتنوعه هنناقشها مع حضرتك في خلال حلقتنا اليوم، ولكن نبدا بالملف الابرز يعني اقليميا والاوضاع في قطاع غزه، ونبدا اسمح لنا مع ضيوفنا الكرام مع هذا التقرير بدايه. في دلالة على موقف مصر الثابت والتاريخي من القضية الفلسطينية، وضعت المذكرة المصرية أمام محكمة العدل الدولية العالم أمام مسؤولياته الحقيقية، حيث دعت المذكرة المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على إلغاء قوانينها العنصرية والتي حددتها أمام المجتمع الدولي، والتي تكشف عن الوجه الحقيقي للاحتلال والتي كانت تسعى إسرائيل لإخفائه عن العالم عبر الدعاية المزيفة. وبالطبع مرافعة مصر سيكون لها ما بعدها، سواء على صعيد وقف حرب الإبادة في غزة أو على صعيد اعتراف العالم بدولة فلسطين مستقلة تتمتع بكامل الحقوق في المؤسسات الدولية. ميدانيا، خارطة الأهداف الإسرائيلية التي تعرضت للقصف شملت مناطق مختلفة من قطاع غزة، غارات مكثفة شهدتها مناطق محيطة بغزة فضلا عن مدينتي خان يونس ورفح في جنوب القطاع، إلى حيث نزح نحو 1.5 مليون فلسطيني هربا من القتال في الشمال، وأسفرت عن سقوط أكثر من 100 شخص معظمهم من الأطفال والنساء في وقت تخوض فيه فصائل المقاومة معارك ضارية على الأرض لصد القوات الإسرائيلية المتوغلة داخل القطاع، خاصة في خان يونس جنوبا وحي الزيتون بمدينة غزة التي يشهد تصعيدا غير مسبوق للقتال. الجيش الإسرائيلي طالب سكان حي الزيتون بمغادرة منازلهم والتوجه إلى منطقة المواصي جنوبية غزة، وفي خضم ارتفاع وتيرة الحرب على غزة فشل مجلس الأمن الدولي من جديد في تمرير مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار بعد استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقد الفيتو للمرة الثالثة التي تعرقل فيها واشنطن قرارا بشأن الحرب في غزة، في وقت تتزامن فيه دعوات دولية لوقف إطلاق النار ومنع ارتكاب المزيد من المجازر. يأتي ذلك بينما حذر مسؤول منظمات عالمية من أن الهجوم البري الذي تعد له إسرائيل على رفح سيحول المدينة الواقعة في أقصى جنوب القطاع إلى مقبرة ويزيد من خطر المجاعة الجاسمة عليهم. اهلا بحضراتكم مشاهدينا من جديد. يعني دكتور يوسف، واحنا بنتكلم على الاوضاع في قطاع غزه، نتكلم على دور المصري في تهدئه الاوضاع، وقف اطلاق النار، وطبعا استمرار وصول المساعدات الانسانيه. نتكلم على هذه الجهود بدايه، انه الى اين وصلت؟ طبعا بلا شك احنا مصر لحد دلوقتي يعني مستمره في الجهود، لان القضيه الفلسطينيه دي قضيه يعني بالنسبه لنا قضيه تاريخيه وقضيه ثابته بالنسبه لنا، وقائمة لحد الوقت مستمرة، لأن المساعدات وإنفاذ المساعدات إلى قطاع غزة ده مهم جدا ولازم ضروري، وإحنا من كل جهدنا اللي بنركزه الفترة دي إن إحنا نوصل المساعدات، لأن هناك في خطر المجاعة حاليا. فمهم قوي الشاحنات انت تدخل رفح برغم من كل التحديات وبرغم كل يعني العراقيل التي تضعها اسرائيل. على الجانب الاخر، مصر يعني فضحت جرائم الاحتلال من خلال المرافعه اللي قدمتها امام محكمه العدل الدوليه، وكلمه مصر كانت تحمل الكثير من الرسائل في الحقيقه امام العالم. قراءه حضرتك دكتور يوسف؟ طبعا القراءه الحاليه دلوقتي بالنسبه للمذكره الاحتجاجيه او المذكره اللي هي توضيحيه اللي تقدمتها المستشاره ياسمين موسى في مرافعه تاريخيه لمصر، هي اثبتت وفتحت وكشفت امام العالم الجرائم الاسرائيليه التي يعني تقوم بها في قطاع غزه غير المسبوقه عالميا في الحقيقه. طبعا مفيش شك طبعا، ولكن احنا امبارح او امبارح كان المذكره ديت كان فيه صدى كبير جدا، لان مصر ادتهم رسائل قويه جدا، لان اسرائيل بتعمل بكل قوه ان هي تبيد الشعب الفلسطيني باي شكل، لان وده من مش 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 من النهارده، ده من 75 سنه وهي تمارس انتهاكات حقوق الشعب الفلسطيني وعايزه تريد ان يعني تحتل الاراضي وبناء مستوطنات. لذلك احنا كلنا وموقف مصر الثابت اللي هو موجود حاليا، احنا مع القضيه الفلسطينيه
قلبا وقالبا، وفي القضية الفلسطينية دي قضيتنا وعرب كده. العرب ايضا نفس الدور المصري، بس احنا دورنا كمحوري في المنطقة مهم جدا يعني. لذلك بالتأكيد هذه المرافعة كان لها دلالات قوية قانونيا، حدثنا عنها دكتور. والله طبعا هو كون ان هم يفضحوا ويكشفوا هم كان بيبنوا غلطات للعالم، بيزيفوا الحقيقة، لأن مصر طبعا عندها الحقيقة كاملة، لكن هي إسرائيل بتزيف الحقيقة وبتبدأ تقول كلام ما اللي هي بتدافع عن نفسها. ففكرة إقران دلائل مع هذه الاتهامات أو يعني الاعتداءات الوحشية التي نذكرها في مرافعة في كلمة مصرية أمام العالم، بالتأكيد هي أيضا نقطة مهمة جدا في هذا الملف للتأثير دوليا وعالميا من أجل الضغط على إسرائيل والولايات المتحدة داعمة أيضا من أجل وقف هذه الاعتداءات. صحيح؟ بالفعل المذكرة اللي تقدمت والمرافعة العظيمة اللي قدمتها المستشارة ياسمين هي مرافعة قوية جدا وفيها رسائل للعالم أجمع، وفضحت إسرائيل بكل ما يعني ما تعني الكلمة من هي بتمارس الانتهاكات الإنسانية وتعمل جرائم حرب وتنتهك القانون وتنتهك الشرعية الدولية وتنتهك كل شيء. لا مفيش حد قادر يوقفها. مجلس الأمن النهارده وامبارح واول امبارح كل يوم بيعملوا مؤتمرات الاجتماعات، وإسرائيل برضو تمارس مستمرة في الانتهاك بدعم أمريكا، وتعمل حق الفيتو تالت مرة أمريكا توقف قدام وقف قرار الحرب. يعني الجزائر اول امبارح بقى ايضا في اجتماع سابق الجزائر قدمت برضه مذكرة عشان يوقف الحرب فورا بدون اي شروط، لكن هي برضه امريكا تقف قدام هذا الموضوع. فامريكا يعني 13 دولة يعني بتؤيد فكرة الوقف الحرب الفوري بدون شروط، ولكن امريكا حق الفيتو معها، ومعها طبعا بريطانيا امتنعت على التصويت، برضه دليل على هي مشاركة مع امريكا في هذا الموضوع بكل تأكيد. دكتور يوسف، يعني هذا وضعنا امام تساؤل يعني من جديد يتكرر، هذه الضغوط العربية والعالمية التي نشاهدها ونتابعها، والامر يعني اصبح الان امام محكمة دولية تبت في هذه الجرائم الدولية وهذه الجرائم الإنسانية ايضا، برأيك لما يعني إسرائيل مستمرة بهذا الشكل من العدوان؟ وكان ما أعلنته هو ملاحقة حماس، ولكن يبدو أن الدافع الآن مختلف. طبعا هي ملاحقة حماس دي حدة، ما ده تزييف الحقائق، أننا أنا ألاحق الحماس والجهاد والإرهابيين وكلام ده كل دي تزييف للواقع، لكن حماس موجودة في كل قلب فلسطين، مع شهدار ورحمة يبيد الشعب الفلسطيني، يمكن صعب جدا إنه كل واحد يدافع عن أرضه ويدافع عن مكانه، وأنا تطردني من مكاني وتمشيني إزاي يعني؟ ما ينفعش. فلذلك موضوع الأرض زي الأرض عندنا بنقول يعني الأرض زي الأرض، يعني تنتهك الأرض تنتهك الأرض، ما ينفعش. فلذلك إسرائيل هي تنتهك كل القوانين الدولية والشرعية والمقررات يعني التي تم فعلا إصدارها من سنوات، يعني برضو إسرائيل لا زالت تمارس الوحشية والإبادة، ولا زالت هناك تفكير أيضا في الاقتحام البري، إن هي مليون ونص إزاي أنا أزحهم من حي زيتون من غزة وأقول لهم امشوا وروحوا مكان تاني؟ ما ينفعش هذا الكلام، لا يصح. لذلك احنا مصر بتطالب بالوقف الفوري دون شروط، وقف فوري للحرب الإبادة اللي بتمارسها إسرائيل حاليا، فهذه الممارسة الإجرامية الوحشية لا ترضى ضمير العالم يعني، ولا ترضى أحد، لأن هناك مجاعة حاليا في إسرائيل في غزة، الأطفال والنساء والشباب وكله بيبحثوا عن الطعام، يعني الإمدادات كمان وقفت، يعني الفترة اللي فاتت دي الإمدادات وقفت. أصبحنا نستمع عن يعني ونشاهد بالفعل حالات وفاة من الجوع. تمام، هو ما لم يكن يتخيله احد في الحقيقه. فعلا حركه حماس اعلنت ذلك، اعلنت ان في مجاعه حاليا في غزه وفي بعض الاحياء، فلذلك بتناشد ضمير العالم ان تقف معاهم، وقفوا الحرب يا جماعه، ما ينفعش. فلذلك يعني احنا والمنظمات الدوليه تناشد ايضا
كل دولة في العالم بتقف مع في حقوق مع الشعب الفلسطيني، ولابد أن حل الدولتين، ولابد أن إسرائيل تلتزم بالمقررات الشرعية الدولية وترجع تعود إلى ما بعد 67، وأيضا والقدس عاصمة أيضا لفلسطين. كل الممارسات دي لابد أن تعود إلى طبيعتها حتى يستطيع أن يكون هناك سلام دائم بين الدولتين. لكن طالما هناك في انتهاكات في الشرعية الدولية وانتهاكات لأرض فلسطينية وبناء مستوطنات وحرب إبادة، لا بد أن يكون هناك سلام بين الدولتين. فهذا هو ده المطلوب، والتي تناشد فيه الدول العربية والدول وكل العالم يناشدون إسرائيل أن هو توقف الحرب فورا بدون شروط. فده المطلوب حاليا، لان ما يمارس في اسرائيل من انتهاك للاطفال والشباب والنساء انتهاك جرائم يعني لا مبرر لها، لا مبرر لها. سواء ان انت عايز تقول ان انا لازم اقعد هنا وابيد الشعب ده، لا هذا الكلام هو معلن في الحقيقه. هذه النيه معلنه بكل تاكيد، وشاهدناها صوت وصوره من بعض المسؤولين، من بعض المتحدثين في قنواتهم الاسرائيليه، بان هناك نيه من التخلص من كل هذه من في قطاع غزه من اجل بناء كذا وكذا، او حتى الاستيلاء على النهر وغيرها من الامور غير المنطقيه في الحقيقه. يعني لن يستطيعوا بالفعل، لان هم حتى الاسرى مش قادرين يخدمهم، فلن يستطيعوا فعلا انهم يوصلوا لحرب الاباده. هل تعتقد اساسا ان فكره الاسرى الان اصبحت تهم نتنياهو؟ يعني هل نتنياهو حريص بالفعل يعني على استعاده الاسرى، ام هي ايضا ورقه ضغط ولا يعني الوضع ده لا يعني الامر؟ الوضع اللي انا شايفه دلوقتي لا يعني الامر، ان هو كذا يعني مطالبه بموضوع تبادل الاسرى، وكذا مطالبه بالهدنه، وكذا مطالبه بوقف الحرب. هو لا يعني هذا، ذلك كل ده لو عملوه نتنياهو ويمارس برضه نفس الجرائم الحرب الفظيعه، لابد ان يقدم الى محاكمه علنيه، محاكمه دوليه علنيه لنتنياهو. لابد هو يشعر بذلك وعارف هو تماما ان لو وقف الحرب سوف يقدم المحاكمه الجنائيه، لان ما يمارسه من انتهاكات في امامه ستلاحقه بكل ده، لابد هتلاحقه كل هذه الجرائم، ولابد ان يقدم للمحاكم الدوليه. صحيح. يعني نكتفي بهذا القدر من استعراض في ملف قطاع غزه، وننتقل مع حضرتك الى الملف الاخر والنشاط الرئاسي خلال هذا الاسبوع. ونحن الان في حلقه نهايه الاسبوع، لدينا العديد من الانشطه والتحركات في الحقيقه الرئاسيه المصريه، نود ان نلقي الضوء عليها مع حضرتك ومع الساده المشاهدين، ولكن بعد الاستماع الى هذا التقرير الذي يحمل بكل تاكيد تفاصيل اكثر. افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيكيبس 2024. وخلال الافتتاح أكد الرئيس السيسي على أن الأوضاع بغزة أثرت على مصر، وأن تطورات الأوضاع في البحر الأحمر قد أثرت على إيرادات الممر الملاحي والتي تراجعت بنسبة 40-50%. كما أشار إلى أن الدول المتقدمة لم تفي بالتزاماتها باتفاق باريس المناخ، مؤكدا حرص مصر على تنفيذ التعهدات المالية. وعلى هامش المؤتمر استقبل الرئيس السيسي الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بتروليوم، حيث أثنى على النشاط المتميز للشركة وحجم استثماراتها المتنامي في مصر ومشروعاتها الاستكشافية في قطاعي الغاز والبترول، مؤكدا على الأهمية التي توليها الدولة لتيسير عمل الشركات العالمية والقطاع الخاص في هذا المجال. استقبل الرئيس السيسي السيد عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي والوفد المرافق له. وأكد الرئيس خلال اللقاء دعم مصر الثابت والراسخ للعراق الشقيق ومساندتها لكافة جهوده الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية. من جانبه أكد السيد عمار الحكيم قوة وعمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشددا على محورية الدور المصري في حماية أمن واستقرار المنطقة العربية. أهلا بحضراتكم مشاهدينا من جديد. إذا نشاط رئاسي مكثف تابعناه من خلال هذا الأسبوع، وفي الحقيقة يعني نبدأ مع حضرتك دكتور يوسف بمعرض إيجيبس 2024، و
هذا أو هذه الدورة في الحقيقة لها أهمية مختلفة. أيضا رسائل الرئيس السيسي ومناشدة العالم بضرورة أن يكون هناك التزام ووفاء بما تم التعهد به من تمويل ومخصصات موجهة للمناخ لإنقاذ المناخ أيضا كانت رسائل مهمة بكل تأكيد. قراءة حضرتك لها. وطبعا الرئيس السيسي يعني أطلق عدة رسائل مهمة جدا، لأن العالم كله يعني تنصل من المفروض المساعدات اللي هي كانت المفروض يتم عملها. يعني كان في مؤتمر المناخ اللي فات اللي هو كوب 27 كان في دعم يعني من جميع الدول العالم كله انه لابد ان موضوع التغير المناخ ياخد يعني ياخد فرصته، وتم جمع حوالي او تم الاعلان عن 100 مليار دولار لهذا للدول الناميه عشان تقدر تنام، لان كل المشكله في المناخ او التغير المناخي بيجي من الدول الغنيه اللي هي الدول اللي عندها يعني امكانيات اكثر استهلاكا صناعيا. لكن الدول الناميه ما عندهاش امكانيات عشان تقدر توصل للي حصل في الدول. وهنا يجب على هذه الدول ان تصلح ما تم افسدته. صحيح، لابد ان تصلح. فلذلك هي قررت او الدول كلها اجمعوا انهم لابد ان يساعدوا في هذا الموضوع للدول الناميه، فقالوا هنجمع 100 مليار دولار لمساعده الدول الناميه. وبالفعل ولكن لم حتى الان لم يحرك ساكنا، ولا لم يتم جمع هذا المبلغ، والموضوع كان لم يكن. ولذلك الرئيس بيقول لهم يا جماعه التزموا بتعهداتكم، التزموا بما انت قلتوه عشان خاطر نقدر نساعد الدول، والتمويل مهم جدا للدول الناميه، فساعدونا واحنا عندنا امكانيات نعمل اللي احنا يعني نقدر نوفر، سواء التغير المناخي او الهيدروجين الاخضر او اي حاجه نقدر نعمله، لان عندنا فعلا امكانيات. بس التمويل هو المشكله في التمويل. احنا بناخد تمويل من صندوق النقد، وبناخد تمويل من منظمات اخرى واماكن اخرى، ولكن برضه محتاجين الدعم اللي هو اللوجستي اللي هو بيكون من خلال الدول الغنيه عشان خاطر نقدر نساعد في موضوع التغير المناخي، ونقدر نساعد في تنميه الدول هذه الدول ونرتقي بها الى الاعلى. ويمكن في كلام هيتقال كتير بموضوع حتى المنتدى الحضري اللي هيتعمل في نوفمبر ده، برضه في كلام كبير جدا هيتكلم فيه رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء، لان بيستعدوا من دلوقتي. واحنا اختيارنا اصلا ان احنا موضوع المدن الحضريه ده اختيارنا ليه بسبب بالتاكيد هنكون لنا يعني كلمه مع حضرتك واسئله بالفعل موجوده حول هذا الموضوع، ونحن نناقش ملف مجلس الوزراء. ولكن اريد ان اعود مره اخرى الى مشهد هذا المؤتمر ايجيبتس 2024، هذه الصوره الجميله، هذه الصوره الواثقه عالميا ودوليا، هذا الحضور المهم بكل تاكيد لكل قطاعات الطاقه محليا وعالميا، فرص جذب مزيد من الاستثمارات في هذا المجال دكتور يوسف، وأيضا الصورة التي توجهها مصر إلى العالم بكياننا المستقر، بكياننا الذي ينظر دائما إلى الأمام. طبعا الشك الأمن والاستقرار في مصر بيزيد من جذب الاستثمارات. فالنهارده لما يكون في المؤتمر عن الطاقة والبترول من خلال الأيام الماضية، هذا المؤتمر كان مهم جدا وبينعقد سنويا ومهم جدا، ولذلك احنا بنعمل عليه جذب استثمارات قويه جدا فيه. واحنا بنساعد نفسنا في موضوع التطور واللحاق بركب العالم الاجمع. فلذلك احنا النهارده مؤتمر زي ده كان فيه الرئيس واستقبل عدد من رؤساء الشركات الاستثماريه اللي كانوا موجودين في المؤتمر، وناقش معهم برضه سبل التعاون في جذب الاستثمارات في مصر. واحنا ماشيين في هذا الطريق وماشيين بسرعه وماشيين يعني في اطار صحيح. لذلك المؤتمر في يعني في استكشافات بتتم خلال البعثات اللي بتيجي في المؤتمر، اللي احنا عندنا فعلا في يعني حقل زهري ده لما ظهر وتم اكتشافه، ففي برضه اكتشافات اخرى في البحر المتوسط، وفي مزيد من الاكتشافات لم يعلن عنها. لكن في يعني في الفتره القادمه ان شاء الله هيكون في فرص للاستثمار في مصر، وموضوع البعثات ديت مهمه جدا،
وموضوع الاكتشافات حتى في أسوان وفي الأقصر في بعض الاكتشافات هتعلن قريبا. قبل الانتهاء من هذا الملف في الحقيقة كانت هناك رسالة قوية من الرئيس السيسي خلال هذا المؤتمر حول الأوضاع في أوضاع الملاحة في البحر الأحمر، وتم بالفعل التأثر مما يحدث في قطاع غزة، ولكن هنا تساؤل، لماذا لم ينتفض العالم لمصالحه الاقتصادية مع هذا الدولة؟ طبعا موضوع البحر الأحمر ده موضوع مهم جدا، لأن حصل فعلا احنا كان بيجينا بيدخلنا دولارات في الفترة اللي فاتت ديت أكثر من 10 مليار دولار سنويا، فالنهارده لما ينزل المستوى يخفض بسبب التوترات اللي هي عملتها مجموعة الحوثيين في اليمن وضرب السفن وسفن جميعا مش محدده على امريكا، هو طبعا في الاول كان مقصود بها امريكا، ولكن بدات بعض السفن في دول اخرى برضه بتشعر بالضرر، فلذلك وقفوا الامدادات والمساعدات وما قدروش يمشوا في البحر الاحمر يعني. فلذلك الموضوع الاضطرابات اللي في البحر الاحمر اثرت علينا بحوالي 50% او من 40 ل 50%، فالتاثير ده يقلل من الدخل لقناه السويس وقلل من دخلنا في الناحيه الاقتصاديه، لذلك احنا شعرنا يمكن كلنا شعارين بارتفاع الدولار بشكل جنوني شويه. هذه التحركات او التغيرات في الحقيقه تنقلنا ايضا لانعكاسها محليا على الاسعار وغيرها من الامور، وده اللي هنناقشه مع حضرتك في الملف القادم والخاص بمجلس الوزراء. في الحقيقه نشاط ايضا مكثف ارتباطا بالتوقيت عالميا واقليميا، وايضا توقيت استقبال شهر رمضان المعظم. كل عام وحضراتكم بخير. خلينا قبل التحدث عن نشاطات مجلس الوزراء نتابع هذا التقرير وأسئلة كثيرة نعرضها على ضيفنا الكريم. تابع دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تحضيرات استضافة القاهرة للمنتدى الحضري العالمي في دورته 12 خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الهابيتايت، موجها ببدء الاستعدادات اللوجستية لتنظيم المنتدى الحضري العالمي وتخصيص فريق عمل متفرغ لمتابعة كافة ترتيبات المنتدى. بينما التقى مع صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي والوفد المرافق له، واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالترحيب برئيس المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية الشقيقة والوفد المرافق له في مصر بلدهما الثاني، مشيدا بالعلاقات الأخوية شديدة التميز بين الشعبين المصري والإماراتي. كما عقد اجتماعا مع لؤي الخرافي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية القابضة وأعضاء مجلس إدارة الشركة لمناقشة استثمارات الشركة في مصر وإمكانات توسعها. كما شهد توقيع عقد بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة UDC للتطوير العقاري، إحدى الشركات التابعة لمجموعة محمد عمر ابن حيدر القابضة الإماراتية، لتخصيص قطعة أرض بمنطقة حدائق الأندلس بالقاهرة الجديدة لإقامة نشاط عمراني متكامل وسيتم تنفيذه على أعلى مستوى بما يضاهي أعمال الشركة في أنحاء العالم، وسيتم تسويقه محليا وعالميا على أن تكون مدة تنفيذ المشروع 8 سنوات تبدأ من تاريخ استصدار قرار اعتماد التخطيط والتقسيم. بينما شهد مراسم توقيع عقد بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة NHMC للخدمات الطبية مصر التابعة لشركة NHMC الإنجليزية، لتخصيص أراضي لإقامة مشروع طبي تعليمي عمراني متكامل بمدينة الشروق. كما عقد دكتور مدبول اجتماعا لمتابعة تنفيذ مشروع تطوير وتوسعة طريق الكورنيش بمحافظة الإسكندرية، وأكد رئيس الوزراء على أهمية هذا المشروع ضمن مخططات التنمية بمدينة الإسكندرية في ظل ما تكتسبه المدينة من قيمة اقتصادية وسياحية باعتبارها مقصدا بارزا على ضفاف المتوسط. ترأس مدبول اجتماع مجلس المحافظين، وتطرق الاجتماع لاستعراض استعدادات شهر رمضان المعظم، وذلك فيما يخص جهود متابعة الأسواق لضمان توافر السلع الضرورية للمواطنين خلال الشهر الكريم، حيث أكد رئيس الوزراء على ضرورة العمل على توافر السلع في الأسواق وضبط الأسعار. اهلا
اهلا بحضراتكم جديد. اذا نشاط مكثف ايضا لمجلس الوزراء خلال هذا الاسبوع. نبدا مع ضيفنا الكريم دكتور يوسف عبده ونتكلم على استضافه مصر للمنتدى الحضري العالمي. عايزين بدايه نتكلم على اهميته ويعني استعدادات مصر لهذا المنتدى واستضافته. طبعا اهتمام غير مسبوق من رئيس الوزراء في هذا الموضوع الدكتور مصطفى مدبولي، لان طبعا اختيار مصر ان هي تنظم المنتدى الحضاري ده اختيار مهم جدا، لان احنا يعتبر الاولى افريقيا من اختيارنا في من ضمن يعني الاولى افريقيا في موضوع تنظيم المنتدى ده، لان المنتدى ده بيتعاقد كل سنتين، ويمكن اخر كانت في ابو ظبي الفتره الاخيره. واحنا طبعا في يعني مهم جدا اختيار حتى مصر. ليه؟ لان هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده عملت مشروعات ضخمه جدا بشكل حضاري، فلذلك مهم جدا ان هم لدينا تجربه للجائزه واخذ الجائزه سنه 2021 في هذا الموضوع. جائزتها دي ونجحنا في موضوع كوب 27 تنظيم مؤتمر المناخ، ده ادانا دفعه معنويه ودفعه قويه جدا بالنسبه لبرنامج الامم المتحده انه يتم اختيار مصر في تنظيم هذا المنتدى، لان يعني احنا نجحنا في مؤتمر كوب 27، ده بيدينا اشاره ان احنا عندنا استعداد لننظم اكبر مؤتمرات دوليه. لذلك اهتمام رئيس الوزراء بهذا الملف اهتمام غير يعني من سنه تقريبا بداوا، وبدا فعلا تشكيل فريق عمل متخصص في المؤتمرات وتنظيم المؤتمرات، ولدينا تجارب عديده ولا يقل عن مؤتمر شرم الشيخ. ولذلك احنا حريصين جدا ننجح في هذا المؤتمر، لان برنامج الامم المتحده قائم على اثنين بس، مؤتمر المناخ والمؤتمر الحضاري. صحيح. تقدر الاشاره هنا ان بالفعل خلال هذا الاسبوع تم توقيع اتفاقيه او اتفاقيتين هامتين مع شركه اماراتيه عمرانيه لتنفيذ نشاط عمراني كامل في مصر، واخر انجليزي لانشاء مشروع طبي متكامل. عايز اتكلم هنا على فكره التعاون المصري الاماراتي بشكل عام استثماريا. مصر والامارات يعني دولتان شقيقتين، يعني الشيخ محمد بن زايد ورئيس عبد الفتاح السيسي يعني بيتعاملوا كدولتان شقيقتان، وهذه الدولتان تكمل بعضهم البعض. لان هذه الاستثمارات الاماراتيه موجوده في مصر بقوه، وهناك جذب الاستثمارات. النهارده المشروع اللي هيتعمل في القاهره الجديده في حي الاندلس اللي هم تم اختيار عليه ده هيكلف حتى من 300 مليون دولار. يعني نتمنى هذه المشروعات الاستثماريه يعني تنعكس على فكره الاسعار محليا وضبطها وتوفير السلع في مختلف يعني انواعها. واحنا بنتكلم احنا داخلين على شهر رمضان المبارك، كل عام وحضرتك بخير. وفي مشروع ثاني عايز اتكلم فيه، مشروع الشروق اللي هيتعمل ده مع مجتمع حضاري في مدينه طبيه. صحيح. على اعلى مستوى، وهيكون في مجتمع عمراني جديد في هذه المنطقه بحوالي 47,000 فداد هيتعمل فيهم هذا المشروع، مشروع عمراني متكامل، وهيدير دخل وهيوفر فرص عمل للشباب اكثر من 2000 فرصه. فاحنا النهارده بنستفيد بالاستثمارات اللي جايه من بره، فاحنا في قدامنا في خطوات ماشيين يعني وفي يعني استثمارات قادمه اخرى. لذلك موضوع الاستثمار مهم جدا، لان هنخفض برضه من حته الاسعار، وحده ارتفاع الاسعار هينزل، واحنا داخلين على رمضان زي ما حضرتك قلتي. فاحنا طبعا رمضان طبعا بنستعد له استعداد خاص برضه من جهه برضه رئيس الوزراء اجتمع من المحافظين من ان الثلاث اربع ايام، ونبه نظره الاسعار وموضوع توفير السلع، وده موجود في كل في المحافظه. هيكون في اكثر من خمس ست معارض كبيره لتخفيضات تصل الى 35%، لان طبعا لو ما عملناش ضبط اسعار طبعا السوق ممكن ينفتح او يعني يزيد في اسعاره. لابد ان يكون هناك في فرق بين المعارض اهل رمضان وبين المنتج في خارج هذه المعارض. صحيح. فلذلك هي تخفيضات قويه جدا. ف بكل عام بيتم هذه المعارض وبيتم عملها في كل المراكز، وهناك جايزة جهود من وزارة التموين. نعم. بتوفير السلع من خلال الغرف التجارية. أكيد هنتابع مع حضرتك. من خلال الغرف التجارية. نعم. ومن خلال هيتم برضه في أماكن هي مش هتوصل لها الأسعار، هيتم توصيلها عن طريق
سيارات متنقلة صحيح. بتحمل هذه المساعدات والإمكانيات، وبالإضافة إلى هدايا رمضان بقى. طبعاً نأخذ بكثير من التفاصيل في هذا الملف غاية في الأهمية بكل تأكيد، ربما يعني نناقشه مع حضرتك في حلقة منفصلة، ولكن أنا بشكرك على وجودك معنا وهذا التحليل في الملفات المختلفة في حلقتنا اليوم من نهاية الأسبوع. نورتنا دكتور يوسف عبده مدير تحرير الأهرام، شكرا لوجودك معنا. شكرا موصول لحضراتكم مشاهدينا على طيب المتابعة، وبإذن الله أسبوع آخر يحمل المزيد من الإنجازات والأحداث المهمة لبلدنا نناقشها في نهاية الأسبوع المقبل. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.